أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة تخرج رسمية واحترافية بنفس الوقت. خليكم ويانا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير اتجاه الشهادة إلى أفقي، وطبعا نتأكد من الحجم أن يكون A4. فنذهب إلى قائمة تخطيط ونختار الحجم A4 والاتجاه راح يكون أفقي. الآن راح نضيف الخلفية الخاصة بالشهادة، وطبعا راح تكون مرفقة مع هذه المحاضرة، بإمكانكم نتحملوها مجانا. طبعا نذهب إلى قائمة إدراج صورة من هذا الجهاز. طبعا هذه هي الخلفية، نضغط عليها كليك أيمن ومن ثم التفاف النص، ومن ثم نختار خلف النص حتى نقدر نحركها وتكون خلف النص، وطبعا التعامل معها يكون سهل. راح نكبر الصورة على ملء الورقة بهذه الطريقة. الآن من قائمة إدراج صور من هذا الجهاز راح نضيف هذه المخطوطة، مخطوطة الخاصة بشهادة التخرج، طبعا أيضا من التفاف النص راح يكون أمام النص. نصغر المخطوطة حيث يكون حجمها مناسب، وليكن بهذا الحجم وبهذا الشكل. الآن راح نضيف النص الخاص بالشهادة من خلال إدراج مربع نص، رسم مربع نص بهذا الشكل. طبعا هذا هو النص. راح نكبر حجم النص وليكن 22، وراح نختار فونت، وراح نختار فونت للنص وليكن هذا الفونت، وطبعا راح نختار محاذاة أفقية. طبعا راح نصعد اسم الطالب إلى الأعلى من خلال أنه نضغط بالسطر الأول ومن ثم ديليت حتى يصعد إلى الأعلى. راح نكبر حجم النص ونعطيه مثلا لون أحمر، ممكن يكبر بهذه الطريقة. جيد، الآن طبعا عندنا هذا النص الإنجليزي، ممكن نضغط كنترول ونختار فونت آخر، ممكن فونت أجمل مثلا هذا الفونت، أي فونت، وطبعا بولد. هنا طبعا ممكن 20 أيضا نغير إنجليزي ونكتب 20 حتى تكون أجمل، ممكن طبعا نعطيها بولد بهذا الشكل. عندنا الإطار الخاص بالنص، ممكن نتخلص من عنده، طبعا هذا الإطار من تنسيق الشكل. إطار الشكل راح يكون بدون إطار بهذا الشكل. ممكن طبعا نضيف هنا التاريخ، وهنا طبعا التوقيع من خلال إدراج مربع نص، رسم مربع نص، مثلا نكتب هنا محمد علي باسم مدرب الدورة. الآن راح نجري بعض التنسيقات، طبعا نختار الفونت، وممكن حجم يكون 16، وطبعا توسيط هذا الشكل. تخلص من الإطار من خلال تنسيق الشكل، إطار الشكل يكون بدون إطار بهذه المنطقة. طبعا ممكن نستنسخ كنترول ونسحب بهذه الطريقة، وهنا طبعا نكتب مدير المركز، هنا راح يكون على اليمين مدرب الدورة، وهنا طبعا مدير المركز اللي هو مثلا علي حسين مراد مدير المركز أو الأكاديمية. وطبعا ممكن هنا نضيف اسم المركز وهنا الشعار، مثلا راح أضيف هنا اسم المركز، المركز العراقي. طبعا ممكن تصغر، وهنا طبعا ممكن نضيف الشعار. طبعا راح نضيف شعار افتراضي من قائمة إدراج، هذا هو الشعار، أيضا من التفاف النص أمام النص. نسحب الشعار إلى اليسار هذه المنطقة. طبعا مثل ما نلاحظ أصبحت عندنا شهادة احترافية ورسمية وبسيطة بنفس الوقت.